انا مؤمن محمد صلاح، لاعب نادي الاهلي تنس الطاوله، الحاصل على بطوله العرب ومصنف رقم واحد على مستوى الجمهوريه تحت 15 سنه. بدات تنس طاوله وانا عندي 5 سنين في نادي دمنهور، وبعد كده رحت نادي السكه الحديد اسكندريه، وبعد كده رحت نادي الزمالك، وحاليا بلعب في نادي الاهلي. ناس كتير نصحوني اني اتجه لطريق كره القدم عشان شعبيتها اكتر وطبعا وفلوسها وكده، بس انا عشان بحب التنس طاوله والتنس طاوله في دمي ما اقدرش اسيبه. بتمرن 4 ساعات في اليوم، فطبعا بحاول اوفق ما بين دراستي والتمرين. بخلص تمريني بروح على الدرس، طبعا ساعات مثلا بيبقى في دروس قبل التمرين، بخلص الدرس على طول بروح على التمرين. بحاول اوفق ما بين السفر طبعا وكده، الموضوع بيبقى صعب، بس انا بحاول ان انا اضغط على نفسي واشتغل على نفسي ان انا ما يأثرش على دراستي. طبعا من اصعب المواقف وما يعني اللي قابلتني في التنس، اللي هو انا كنت بسافر وانا صغير بره مصر، وكنت ببقى لوحدي. طبعا انا بكون لسه كنت لسه صغير وكده، فبيبقى الموضوع صعب اني اللي هو اركز في التمرين، بيبقى في معسكرات وكده، فاللي هو لازم اركز في التمرين، وبعد كده في ماتشات لازم اركز فيها وانا لوحدي. بس طبعا يعني ربنا بيكون معايا والحمد لله، يعني ربنا بيوفقني. من المشكلات اللي بتواجهني في اللعبه برضو النضاره، انها يعني في ناس بتقول لي انها مش هعرف العب بيها ومش هعرف احقق بطولات بيها وكده. انا بلبس نضاره من وانا عندي 8 سنين، بس طبعا انا بحاول اتحدى كل دوت ان انا اكمل، وطبعا النضاره مش هتقدر.